كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. ابن فاخر الفنانة التونسية اللي نحبوها واللي قديش كل مرة نكونوا فرحانين وقت اللي فنانين توينسا قاعدين يخدموا قاعدين يخرجوا في إنتاجات، وخاصة بعد الفترة اللي عشناها صعيبة وقت اللي نلقاو أنه الكونفينمون يخرج في حاجات الحجر الصحي يخرج برشا حاجات. ابن فاخر مرحبا بيك لله. مرحبا بيك ومرحبا بلي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله يعديوا وصيف به، إن شاء الله يا رب نايمات جايين يكونوا بهين. نحب أقول مبروك لنورشيبة، قبلي كانت غنية ياسر حلوة والفكرة حلوة برشا، ربي ربي يوفقه بلتو. وفولا هذه غنية جديدة يلي هي من كلمات وألحان وتوزيع مختار كبسي ومسلينج نصر الدين حداد، وهبطت البارح، ما عنديش برشا من اللي هبطت. جديدة نشوف في برشا تفاعلات وقاعدة تبارك الله تفاعلات كبيرة برشا. خلينا انا اللي يعجبني الحقيقه واللي ديما حتى قبيله نور قال موافق في الفكره هذه، انه معناها ايمنا فاخر ما تخرج في الاعلام وكل باساج تعمله في تلفزه والا اذاعه كان ما يكون عندها جديد. اي بيان سور، هذا هو. لا معناتها سمعت خطا شويه نور كيحكي خطر اذا مش حلون مدوج جوست مدوجي وكهو. انا من قبل ديما نحب كي نتعدى في التلي ولا في لي راديو يكون عندي جديد، معناتها باش نتعدى انا في التلفزه ولا في الراديو ديجا معناتها حاجات قديمه ما عنده حتى معنى بصراحه. من قبل بجمع من الكونفينمون يعني لمده شهرين التالي تهبط الاغنيه والكليب نتاع ولد امي، اليوم تهبط يلي البارح بلوتو هبطت، ريتم جديد، دخول او رجوع بقوه كان تحب نسميه رجوع. معناتها بون ولد امي جات في 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 ظروف معينه، معناتها أنا ياسر عجبتني وياسر مستني. هو الفنان لازم ديما ينور الحقيقة، معناتها قلت لكل مقام مقال. احنا تو بدينا في السيزون، بدينا في الجو الحفلات وجو العروسات وجو المهرجانات ان شاء الله، معناتها لازم ديما سورتو بعد الكونفينمون بعد العباد تعبه قالقه فاده لازم نرجع كان بحاجه توسيه ما فيهاش دمار. معناتها ديجا احنا تبارك الله عدينا 4 شهور ولا قداش تعبين برشا العباد، لو حبينا نرجع بحاجة تونسية 100% تونسية بتاع جو وحفالي، معناتها حاجة للصيف. وخاصة أنت زادة توا جاوبت عليه السؤال وقت اللي تقول في آخر باساج ليك معانا حكيت، قلت أنا بعد ولد أمي باش نهبط زوز أغاني، واحدة اجتماعية على الغربة وواحدة رومانسية حسب أنا نقول حسب به. وين وصلوا الزوز أعمالي؟ حاضرين اما شفنا اللي مع اداره الاعمال مع مراد شي وشكل، شفنا اللي مازالت الحقيقه مازال مش وقته طوال الاغنيات هذوما. اغاني ياسر حلوين، اغاني كما قلت كما حكيت عليهم قبل، اغاني معناتها ذات طابع اجتماعي. حبينا نرجو بحاجه تونسيه محرحره، معناتها سورتو العباد وجاوني برشا مساجات امان امنا هبطنا حاجه تونسيه امان راهو في الدين يحبوا الناس توحشوا الجو التونسي راهو طبيعي جدا الحقيقه نتفهموا. حابين نقولوا لك ساعه مبروك على الريجي. ميرسي. كيفاش تحس في روحك؟ قداش خرج عليك؟ خير برشا راحين 9 كيلو توا وسافا. مازلنا مواصلين. شنو هو الاوبجيكتيف؟ ان شاء الله 65 ان شاء الله. باهي خارق للعاده. محليك قداش نرجع للبوا نتاعي؟ متصالحه. ها وشوف قداش الناس متصالحين. مهم جدا. حبيت زيد نقول لك مبروك يمنى، مازلت كي احتفلت بعرس خوك الصغير، ان شاء الله مبروك. تشدوله. ربي يخليه وربي يهنيه ان شاء الله. حضروا فيه برشا فنانين اصحابك اليوم. يمنى تنجم تقول انا تهنيت والرساله نتاعي قمت بها وكانه حمل. الحمد لله. حمل وعطلك انت ديما حكيت انه عد هو قعد اخويا هذا الصغير قعد معناتها اخر واحد ما عرسش والحمد لله عرسنا له وفرحنا به وان شاء الله ربي يهنيه. هذيك معناتها كي راهم هما فرحانين ومتهنين ممكن هذيك هو النجاح. مهم جدا ربي يخليك ليهم ومزيدا ربي يخليهم امنا. خلينا نرجعوا من بين اكثر الحاجات اللي تفعلوا معاهم المتابعين نتاعك. انت في العاده امنا ماهوش من تبعك انك تهاجم في لي باج نتاعك فيسبوك وما عندكش انا حتى كي يهاجموني ما نرجعش. مسالمه ما نرجعش. لكن تصريح نطق رسميه باسم الحكومه اسماء سحيري وقت اللي حكيت على المهرجانات والافراح استفزك كلامها وخليك حتى معناها مع زملائك سنت باش انهم يطلقوا حمله ضد التصريحات هذه، وقلت انه الفنان اليوم ما يشكلش خطر وانه راهو فينالمون الوحيد المتضرر من الفتره هذه. اليوم امنا كانت لخصنا الوضعيه نتاع الفنان. فما برشا ميادين معناتها تضرت، خاطر هو الميدان معناتها الحفلات ولا العروسات راه مش ميدان وحده،
راه مربوط ببرشا ميادين، مربوط بالنجار، مربوط بالحجامه، مربوط بمتاع الروبة، مربوط بالحلو، مربوط معناتها فيه برشا برشا مجالات. اليوم فما ناس ما عندهمش تو غزر تعدينا الحكايه هذه، انا الحقيقه ما حبيتش نعاود نرجع لها على خاطر سي بون وتعدينا، وهذا هذا راه انا بيرسونيل ما حبيتش نقول ايه راهو الفنان ميت بشر. الحمد لله يا ربي احنا مرتاحين الحمد لله، عنا عائلتنا معناتها لاباس. ما فما عباد ما عندهمش، فما عباد اللي هذاك هو مورد الرزق، مورد الرزق نتاعهم الوحيد. معناتها اليوم انت تجي تقول راهو سورتو توا بها مهرجانات، سامحني انا اليوم راه الاسواق معبي بالعباد، راه في الكيران معبي بالعباد، ولي مترو معبي بالعباد، راه في اللاونج معبيين بالعباد. معناتها اليوم تقول لي انت مهرجان نحط فيه 30 ونحط كرسي، وال30 هذوك شكون قال لك اللي ما فيهمش؟ الوزيره السيده وزيره الشؤون الثقافيه قالت لك بالطريقه هذه فما لجنه علميه هي بالطريقه هذه تخلينا نجموا نتحكموا في انه الشان نتاع العدوى ما تكبرش، وفي اننا نحاولوا نسيطروا. وكانت وضحتها النقطه هذه، لكن اثار العديد من التعليقات وبرشا عبيد قال لك اليوم هالبروتوكول الصحي هذايا ماهوش رجانيتا ما تهز الاف، تقول لي مثلا 500 عبد شكون باش يخلص؟ صحيح، واصلا حتى الفنان كيفاش يمكن اللي باش يحس روحه وقت اللي مسنس يعمل كومبلي؟ قبيله نور شيبه قال انا مسنس بتفاعل مع الجمهور ومسنس اللي برشا عاملين شي مهرجان بشني ما نجيب 13000 بريسك. تبارك الله العبيد ما شاء الله المسرح معبي على الاخر، والمسارح اللي خدمتهم كل معبيين. اليوم انا نحب زاد نتفاعل مع العبيد، نحب مع الجمهور يتفاعل معايا. طبيعي بشويه معناها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. المهم بلدنا لاباس، هذيك اهم حاجه، والباقي الكل ان شاء الله يجيب شويه. إيه خلينا نرجع زادة، فما تصريح اللي يمكن خلينا نقوله ماهوش يمكن برشا عباد يقولوا ماهوش من إيمنا، ما نجموش يجي من إيمنا وقت اللي تقول الشمس الدين باشا نقص من قطع الرزاق، وقت اللي تقول نقص من تطيح قدر الفنانين اللي أكبر منك صوت وتجربة وعمر، في المقابل هو يقول ما يحبش يجاوب، ما عندوش ما يجاوب، ما عنده ما يجاوب. أنت تقول ندمت على تصريح إيمنا؟ لا 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 ما ندمتش أقصى انا زملائي نحبهم على الاخر، معناتها اصحابي، وعندي برشا برشا اصحاب في الميدان الفني، معناتها كلنا اخوات وكنا نخدموا على رواحنا، وكل كل واحد وعنده نيته، معناتها نقدرهم برشا خاطر الناس تحب تخدم وناس قاعده تقدم. فما ناس مالوغوزمون اللي انا منعطي من معناتها من ردش الفعل الا ما حاجه فريمون كثرت عليك، استفزتك كي تبدا حاجه كثرت برشا عليك وقتها تولي تتكلم. ربي يهدي. شنو رايك في الـ يمكن الكلاش اللي صار بينه هو وبين زازا ونجلة التونسي؟ لا تعليق، ما نحبش ندخل لا تعليق. خلينا نحكيو على الاعمال نتاعك ايمنا، ونحكيو على والدمي اللي عمل في 4 شهور 2.5 ملايين مشاهده، يمكن اكبر رقم في الشين يوتيوب نتاعك. فرحانه اليوم برقم، عندي البوزيقه 5 ملايين، عندي المجنون. لا نحكيو في الاخرانيين، في الاربع في الاخرانيين، في الاربع الاخرانيين. اي معناتها الحقيقه فرحانه بالنومبر اللي وصلت ثانيه، مست برشا عباد، انا جوني برشا مساجات، برشا ناس معناتها كانوا متعاركين مع خواتهم ورجعوا، هذيك حاجه تفرحني على الاخر. معناتها بالنسبه لي انا هذاك النجاح، معناتها اللي الاغنيه وصلت، هو الاغنيه شنو معناتها؟ اغنيه رساله، اغنيه مساج توصلوا لعباد معناتها معينين، ففرحانه برشا بنجاحها الحمد لله. خلينا نرجع شوية إمنا في آخر السنوات التالية، نرجع العام 2018 وقت اللي طلعت على ركح مهرجان قرطاج مع الفنان لطفي بوشنيق، وكانت المرة الوحيدة اللي إمنا اسم فني ما يعبيش قرطاج على قرطاج، وإلا تعتبر روحك تظلمت في النقطة هذه. ما في قرطاج، في قرطاج ليه قرطاج أغزر في الحفلة هذيك بالذات فنان كبير لطفي بوشنيق غنى قبلي، معناتها أنا بيدي كنت نتصور اللي معناتها مش ننسى، معناتها قل 50% يقعد و 50% العباد تخرج. بارك الله ما خرج حتى عبد حتى لاخر السهره، والسهره معناتها وذول الماضي ساعه وفات، معناتها بالنسبه لي انا العباد جاي وزاده فنان كبير لطفي بوشنيق اللي نحبه ونقدره برشا، معناتها جاوا على خاطر العباد، اما جاي وزاده على خاطري انا، هذه حاجه تفرحني. تفرح اليوم طبيعي. مش حاضره انا 100% للقبل، معناتها ما كنتش حاضره 100% للمهرجانات خاطر ما كانش عندي رصيد كبير فنيا، معناتها ما كانش عندي رصيد كبير. اليوم نعتبر روحي اللي انا حاضره خاطر تبارك الله انا عندي اكثر من 20 اغنيه، معناتها
في رصيدك مهم جدا. فما اليوم ايه من الصيف 2019 كنت تفكر عملت قرابة 14 عرض في برشا مهرجانات مختلفة، فما شكون يقول اي باهي، لكن امنا في خير اليوم لسامي الكبار متاع المهرجانات الكبيرة، كيف نحكي وكبيرة معناها بمنطقي يمكن العراقة متاع المهرجان وإلا قديش ينجم يهز عبادي لآخره، يقول لك اليوم ما فماش بنزرت، ما فماش حمامات، ما فماش سوسة، ما فماش صفاقس، علاش إمنا فاخر إن شاء الله نخدموا عليه. أنا قلت لك أنا قبل ما كنتش حاضرة المهرجانات الكبيرة كبيرة كبيرة، اليوم ما نعتبر روحي ما معتها حاضرة حاضرة، خطر عندي غنيات يردوهم العباد، غنيات يحفظوهم الناس، معناتها انا راه في الحفلات اللي جاي معناتها اللي مشيت لهم في الجنوب تبارك الله، معناتها حافظين اغنيتي اغنيه كلمه كلمه، معناتها هذه حاجه تفرحني. هذوك جمهور حتى هذا اللي في تونس جمهور زاد اكيد جدا. اذا كان عبيت انا في المهرجانات الاخرين اللي هما زاد فيهم مهرجانات دوليه اللي تعبوا معناتها تبارك الله كومبلي الكل، فاليوم انا نعتبر روحي قادره اني تكون في المسارح هذوما وتعبيهم. علاش لي فما مره قلت امنا فاخر انا يلزمني نتاول لساني باش نغني في المهرجانات، تشوف اليوم هل انه لا انت وقتها انا خلينا نحكي وتوا شنو وقتها ليه وقتها في هكا واحد معناتها نحكي وعد شويه تغشين شويه معناتها تغشين شويه على الوضع اللي السوق. احنا كمان نغنيوش في مهرجاناتنا ما نمشوش نغنيو، احنا توينسا فنانين توينسا ومحترفين، معناتها اذا كان احنا ما نغنيوش في مهرجانات نتاع بلادنا وين باش نغنيو؟ سؤال وين باش نغني؟ وين باش نغنيو؟ هذا هو جديد الفنانة إمنا فاخر، تلقاوه نتصور صيف 2020، مازلتوا باش تسمعوه التيتر هذايا، واللي مازال ما اكتشفوش تنجموا تدخلوا على شين يوتيوب اوفيسيال نتاع إمنا فاخر تلقاو العمل هذايا كامل. كيفاش إمنا اليوم تقول مثلا وقت اللي نحكيوا على الكليبات ونعرفوا انه الانتاج نتاع الكليبات حاجه مكلفه جدا بالنسبه للفنان، وخاصه انت معناها عشت هالتجربه هذايا وقت اللي نحكيوا على ولعت وقت اللي نحكيوا على سورتو وقت الفنان، معناتها انا نكون حريصه انه اعمالي تكون باهيه بالقديم، معناتها تكون بارفيت وبريس، خلينا نقول باش ما نقولوش بارفيت كلمه كبيره. اليوم الزوز كليبات اللي انتجتهم ولعت وسود عيوني، هل انه صحيح اللي هما الاغلى في الانتاج معناها على مستوى الكليبات التونسي ام شنو؟ صحيح بالنسبه لل واش نعطيك معناتها قداش بالضبط؟ اما يعتبر من الاغلى قداش ايه؟ ليه قداش ما نجم عمل هو عمل له نجح باش تحكي على باش تعطي قداش؟ اما مكلفين على الاخر، معناتها ممكن زاد الاغنيه نتاعي انا كنت مستغربه ممكن مع شركه هذيك زاد كانت اغلى، اما الكليبات اللي عملتهم في تونس كانوا من اغلى الكليبات اللي تعملت في تونس، وراضي على نجاحهم امنا فخر ولي الحمد لله. بي خلينا نرجع السود عيون ووصل التوندونس نيميرو 1 اللي هي اول مره في في في, في تاريخ الاغنيه التونسيه تخلط اغنيه ماهيش مزود ماهيش راي ولا راب ماهيش راب وتخلط نيميرو 1 توندونس، هذيك حاجه تفرحني برشا، حاجه تفرح وحاجه اول اغنيه تخلط اول اغنيه توندونس. خلينا نرجع امنا على مراحل محطات نتفكروا مع بعضنا في حياتك، تعطينا تفاصيل في الوقت اللي مازلنا تمنعت من الغناء لمدة 6 سنين امنا فيخ. أي. وقتها مسحة كونترا في مصر مع العريان، كونترا معناتها عقد احتكار معناتها كان تمنعت من الغناء 6 سنين. ربحت القضية ضد المنتج المصري احمد العريان، واللي انت معناها اعتبرت انه عقد تعجيزي هكا وصفت. اي خاطر ممكن هذيك زاد معناتها كنت وقتها اصغر، كنت صغيره، كنت نافحه وما خذيتش احتياطاتي، ما شفتش افوكا، معناتها الكونترا عملوا هو وفيه معناتها فيه بنود مجحده ما تتقبلش. وقت اللي نحكيو امنا فاخر كي تحاول توا تتفكر نجم عربي عاونك في اول المسيره نتاعك وبعد حاربك ولا اكثر من هكا في الكواليس؟ لا مش في بدايه مسيرتي، وقتها في بدايه ال ولا ما عادش نحب نذكر الحقيقه الموضوع هذا، خاطر ديجا وفات الحكايه وتعديت ورجعنا نحكي و دي اللي ما يعرفش ميسيل شكون؟ لا ما نحبش نقول شنو هو والله فك علينا عاد نعملوا مشاكل هوني. لا مش نعملوا مشاكل، نحكي هما هذوما محطات. لا ما نحبش المشاكل، ما نحبش نعمل المشاكل. لا 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 ما همش نعملوا في المشاكل، المحطات نحكيو عليهم. اي كان فنان كبير معناتها فنان عربي، معناتها هو اللي هزني باش غنيت في مصر، ومن بعد حاربني. علاش؟
حسب تفسيرك انت عندك تفسير انت عندك اجابه. ما نعرفش وقت انا عملت الكونترا صححت الكونترا في مصر وبديت معناتها بديت نخدم في الالبوم عملت الاوبريت نتاع ضمير العربي. ما نجمش تطلع تغني مرة خاطر فما فنان ارفض انه يسيب الميكرو وقعد تستنى فيه برش. حكينا عليه احنا شخص نزيد نقرب لك راه قولي اعطيني انت جايبة شكون صارتك برشة في حياتك انه فما فنان ارفض انه يسيب الميكرو ومن الاخر وقعد تستنى فيه برش. ليه خطأ ديما احنا هذي حاجة انا معتها نصادفوها ديما الحكاية معتها فما برشة فنانين برشة وقت برشة فنانين يخذك الميكرو ما عاش سايبه. اما ذكرني بكشي شكون بربي شكون شمس الدين باشا ليه ذك هرب بيه جملة اريد كيفاش توتسل هذاك هرب بيه الميكرو كومبليت ما عاد باهي. جاتك فرصة ابن فاخر باش تعمل عقود مهمة لبر ورفضت قلت على خاطر الوالدة ربي خليها متعلقة بك برشا وتحبك تكون موجودة أغلب الوقت في تونس صحيح ولا مش صحيح؟ أنا كنت وقتها كنت صححت كونترا في دبي وبعدها أمي تعبت بالكدا تعبت قعدت كل شهرين لنا لبرا أول مرة نبعد عليها معناتها الوقت هذا الكل تعبت اخترت نرجع بعد أمي ربي خليك. اما لاباس ما سافا بعد خدمنا تبارك الله البوم ورجعنا كي رجعت معناتها بشويه بشويه هكا وسافا. جيتك عروض امنا فاخر مغريه باش تغني الاحزاب السياسيه ورفضت. خاطر ما ننتمي لحتى حزب انا الحقيقه. شكون الحزب؟ ما ننتمي لحتى حزب. شكون الحزب؟ لا مش لازم. شنو امنا فاخر؟ شنو فك علينا من مشاكل تعمل مشاكل مع الاحزاب؟ ما فيش مشاكل انت رفضت انت باش ترفض في كل الحالات باش ترفض. شكون امنا فاخر؟ انت نعرفك عقله راه عقله هوني تو هوني ما انت نعرفك عقله. ليلى فك علينا ما وقت في البريود هذيك نتاع الاحزاب بيكلموا الفنانين الكل هما ترفض في اي صوره في اي فما بورتون فنانين اللي غنيو نقول لك انا ما قلقنيش في الاختيارات انا كل فنان ووجهه نظر نتاعو. امنا فاخر تنحالك مرة مهرجان مهم على خاطر فما رجل أعمال داعب للمهرجان وما حبكش تكون وما حبكش تكون موجودة فيه والحكاية هذي وكان المهرجان حتى لوزارة الثقافة يا امنا بون مش نذكر شكون معناتها ما نجمش نذكر شكون الحقيقة. أما مرتين في نفس المهرجان يكلموني إدارة المهرجان ونحدد واحنا الدات وسي بون معناتها كل شيء مريقل ومن بعد يكلموني يقولوا لي راهو امنا سامحنا راهو ما عندناش الفلوس الكافيه ولا سامحنا راهو تبدل البروجرام ولا فهمت معناتها الاعذار اللي هي خاطر احنا كل شيء نبداو متفاهمين فيه من قبل معناها مش في وقتها باش تقول لي ما عندناش فلوس ولا عندك تعرف روحك كمدير مهرجان دولي تعرف روحك عندك على شنو قادم بخيت احنا مهرجانات نقبلوا فيهم كيما العباد الكل معناتها ماناش قاعدين نزيدوا في السوام. مرتين ومن بعد غنيت فيه مهرجان وكومبليت بارك الله وتعدى من اقوى المهرجانات اللي خدمتهم انا في حياتي الفنيه انا فاخر علاش قلت تسبيت على خاطر سنه سامي الفهري وفنانين كلهم تسبوا ما فهمتش علاش انا ما انا العبد هذاك نحبه معناتها الحقيقه نقدره برشا اذا كان عنده حاجات عنده مشكله ولا عنده هو لا غلط في حاجه فما قضاء اللي بشي حاسبه مش احنا. علاش قلت نقبل نغني مع راغب علامة وما نقبلش نغني مع نصيف زيتون في كرتاج مع العلم انه نصيف زيتون عامل زوز حفلات في الصيف؟ انا ما قلتش هذا بشبابيك. لا ما قلتش لا ما قلتش امبوسيبل. هو نصيف زيتون نحبه على الاخر انا ما تعجبني كفنان اغاني محليهم. قلت اعطيني المصدر عطيني وين قلت باش لا راغب علامة فنان كبير برشا وانا غنيت معه برشا مرات في برشا حفلات راغب ونصيف زيتون من الفنانين اللي جان اللي قاعدين تبارك الله يخدموا في حاجات تسرح له. علاش ابن فاخر قلت عملت مرة واحدة شنو انت اليوم لا ولا لا ابن بكل حب قاعدين خلينا نعمل في المشاكل لا حتى تعرف لا انت شنو ما همش مشاكل اوكي قلت مرة واحدة عملت بوتوكس وندمت
علاش الندم؟ خاطر حسيته بدل لي وجهي ولا كيف ما توليت معاش انا ما نقل روحي. الخيار من الاول من الاول بالكل علاش يا ايه ولازم احنا ما خاطر عندنا لي غي ديكسبرسيون احنا بخيتو واحد زاد ماش ما عمريش 18 توا معناتها تمام توصلوا هما توا 20 توا يعملوا في يعملوا في البوتوكس بوتوكس ماهوش عمليه تجميل ما عادش نعاود ماهوش عمليه تجميل معناتها البوتوكس اكيد جدا ما بدلتش خشم ما بدلتش فم ما عملتش ما بدلتش عين بوتوكس ناس كل تعمل بوتوكس بلو جامي اما الحمد لله ما عملتش حاجات لا سي از هي موكا بهي محليهم بهي محلي متصالحين مع الطبيعه قلت انه اذاعه خاصه عملت لك سابوتاج لغنيت يا المجنون ونحاتها وحطت اغنيه فنانه اخرى نجمش تحكي لنا شنو اللي صار وقتها الاغنيه كانت ضاربه على الاخر معناتها بديت ديجا والعباد معناتها بتعجب برشا ناس وبديت العباد تطلب فيها في الاذاعه هذه الخاصه اللي مش نذكر اسمها يا اخي فما شكون جاي نحى الاغنيه هذيك كان هو عنده شويه معناتها يحكم شويه في معناتها عنده كلمته كما نقولوا في الغديو هذيك نحى اغنيتي وحط اغنيه فنان اخر بكل بساطه بكل بساطه والحمد لله الاغنيه توا عامله اكثر من 13 مليون بهي ونجحة في الخليج ضربت في الخليج وفي العراق وفي كل ما انت ما شاء الله امنا في خير علاش تقول انه نهار اخر نتمنى يقولوا الفنانه المحترمه امنا في خير اكثر من الفنانه الناجحه هوني فما شكون يقول لك امنا في خير علاش تقييم اخلاقي قوي للفن علاش علاش نو تقييم اخلاقي اخلاقي قوي للفن اخلاقي قوي للفن لا هو انا نحب معناتها بالعكس نحب انا شكون يقول الفنانه ناجحه معناتها انا قاعده نخدم باش ننجح هذا هو الهدف باش تعرف اما زاده نحب العباد تاخذ فكره باهية عليا معناتها كيما انا معناتها ما نحبش ياخذوا فكره غلطه ولا مغلوطه فما فكره مغلوطه امنا فاخر لا الحمد لله انا من بدايتي كانوا العباد يعرفوني اني انا كوريكت معناتها ما عنديش زيد هذا هو يعطيك الصحة إمنا الفاخر وشكرا لك على صراحتك أنا اليوم شكرا لك على صراحتك لا لا بالعكس بكل حب بكل حب إمنا الفاخر ونفرحوا لك برشا كل ما فما جديد ليك أنت وإلا أي فنان تونسي وسعداء جدا اللي أنت كنت بحلينا ومعنا اليوم إن شاء الله ديما نرجع لكم بجديد إن شاء الله ديما جديد كيف ما صرنا ربي يوفقكم ميرسي بوكو يعيشك إمنا